السؤال اللي ما أحب أحد يسألني إياه. لفات الفوت لا تيجي تسألني إيش صار، لفات الفوت لا تيجي تقدم لي أعذار. أنت تدري إيش كثر غلطان، وأنا أدري إيش كثر تحملت. لا تيجي تسألني منو فينا غلطان، لأن حزتها ما راح أعطيك إجابة، أو بالأحرى لأن الإجابة ما تفرق. أنا شخصي حساس جدا، شخصي متأثر جدا، أنا شخصي من الشخصيات اللي يمكن تكون جدا تعبان في أن أنت تتقرب منه، وجدا تعبان في أن أنت تعرفه عدل. بس أوعدك بأنك بمجرد ما توخر هذه الشوائب كلها راح تكتشف الأصل، وراح تكتشف شنو موجود داخل قلبي. على العموم مو هذا موضوعنا، موضوعنا أن أنت خسرتني وانتهى الموضوع. موضوعنا أن أنت كل ما قربت منك خطوة قاعد تعرف وبحرفية تامة أنك تبتعد 10. إيه أنا أدري وأحس، وأنا أعرف ألعب عدل على كل الأحاسيس والمشاعر. تبيني أقنعك بأني أنا عاشقك؟ أقسم بالله أخذ عليها جائزة أوسكار. تبيني أقنعك أني أنا كارهك؟ ورب اللي رفع 7 ممكن حتى الرقمي ما ترد عليه. ولكني قررت أكون وياك صادق، نظيف، أبيض، اللي ينحس ينقال، اللي بقلبي عندك مثل ما أتوقع منك أن اللي بقلبك عندي. أستغرب أن بعض الناس متعتهم تعكير مزاجك، متعتهم في أنهم يعيشونك بين نارين، مرة جنة مرة نار، مرة يحبك مرة يكرهك. ليش صرت أنا حقل خصب لاختباراتك النفسية؟ ليش أنا صرت الإنسان اللي بتجرب فيش كثر راح يتعب في بعدك وش كثر راح يرتاح في قربك؟ مرة تهون، مرتين حلوة، 3 مرات ممكن أني أتحملها. أغلط بحقي مرة عيب عليك، أغلط بحقي مرتين عيب علي أنا، لأني من الأساس عديت لك الأولى. السؤال لا تيجي تسألني إياه لما اختلفنا وافترقنا منو كان فينا الصح ومنو كان فينا الغلط. شي فيد إن جاوبت الحين بتعدل اللي طاف؟ لا. إن جاوبت الحين أنت بترتاح؟ جايز، بس أنا ما راح أرتاح. فخلك بنارك تلتهب، خلك بنارك عايش، لا تيجي تسألني عن شي طاف. أنا بني آدم أفكر باليوم وباكر. أوعدك وعد بأنك بمجرد ما تقرر أنك تبتعد عن حياتي لأسكر صفحتك وبكل احترام. أوعدك ما أذكرك بشينة، أوعدك ما أغلط عليك، أوعدك ما أحسسك بضيقة. دامك بقربي مرتاح بحرص أنك في بعدي مرتاح، ولكن لا تترقب هذه الراحة تكون مني. فلا تيجي تسألني ممكن نقعد؟ لا. ممكن نتكلم؟ لا. ممكن على الأقل أقول اللي بقلبي؟ لا. هذه الأسئلة اللي أنا ما أحبها. ليش تيجي تطلب مني ممكن نقعد الحين وأنا كنت موجود عندك طول الوقت أصلا وأنت اللي مشغول عني؟ ليش قاعد تيجي تطلب مني أن احنا ممكن نتكلم وأنا كنت مفضي كل وقتي أسمعك وأنت تسمعهم كلهم وما تسمعني؟ ليش الحين جاي تطلب مني بأن احنا نتفاهم وأنا كنت ناطر أني أتفاهم معاك طول الفترة اللي طافت؟ عفوا أنا ماني تحت رحمة مزاج أحد، فكل إجاباتك لا. غلطان منو فينا؟ أنا. ولا تزعل، سكر الموضوع. أخذ نفس عميق وياي وارتاح، واترك لكل الأسئلة اللي ما تحب تسمع إجاباتها حد، والأسئلة اللي ما تحب أحد يسألك إياها حد، وقول إن كنت جاي تبي مني خدمة فأوعدك أني بوقف معاك كما عهدتني دائما، وإن كنت جاي ومحتاجة تفضفض أوعدك بأني كلي آذانا صاغية، ولكن إن كنت جاي عشان نتناقش عني وعنك فأوعدك أني أنا ما راح أقبل منك ولا سؤال. الموضوع ما هو بفترة طويلة من الوقت، لربما بفترة قصيرة أعرف معدنك زين وأعرف إذا قدرت تغيب. ويقولون إن اللي يغيب عنك يوم يقدر يغيب عنك دوم، فلا تمتحن كبريائي ولا تمتحن كبريائك. السؤال اللي ما أحب أجاوب عليه هو إذا أنا غلطانة وأنت غلطان، لأن هالإجابة هذه ما راح تفرق صح؟ دام أن أنت رحت بطريقك وأنا رحت بطريقي، أنا مرتاح وأنت مرتاح صح؟ ها الأسئلة بدأت تضايقك؟ ما تبي تجاوب على هذه الأسئلة؟ طيب لمن كنت لك عسل كنت لي أنت للمر أصل، لمن عاملتك بطيب وأصل ما لداعي أذكر وأقول إيش سويت. تبيني أسألك أسئلة تجرحك؟ تبيني أسألك أسئلة ما تحب تسمعها؟ تبيني أقول لك صج اللي بقلبي؟ عيال لمن سكن غيرك قلبي ليش يا الحين تقلب المواجع وتسأل منو اللي فينا لازم يرجع حق الثاني؟ صح؟ ليه تسأل
صدفتنا انتهت شفيت صح.